استاذ هاني من البحيره يتفضل. السلام عليكم مولانا. اهلا وسهلا استاذ هاني، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله يا استاذ هاني. بعد اذن حضرتك كنت عايز اسالك سؤال. انا حصلت مشكله بيني وبين اهلي مراتي، طيب تمام، وبناء عليه انا كنت مطلق مراتي مرتين. ومراتك طبعا مراتك ما كانش ليها دعوه بالمشكله صح؟ لا نهائي، ولا انا ليها دعوه بالمشكله، ده انا داخل بحل لهم المشكله. يا خوف يا يا خوف يا سيد هاني. شفت ازاي انا حسيت؟ لا ما انا بقول لك ان هي انا بقول لك ان هي كمان ما لهاش مشكله، يعني انتوا الاثنين مش طرفين في المشكله. لا لا انا لا مشترك ولا مشتركه، فبناء عليها ان ليها اخ قاعد بعد ده، بعد ايه؟ عملت معاهم الواجب وربنا كرمني وعملت معاهم الواجب صح والتمام التمام. خش لي على الطلاق، قول لي قلت ايه في الطلاق؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، اخوها بتنرفز على امها. فقلت له يا ابني لا تقعد بأدبك يا تقوم تفضل تمشي. طيب. تمام؟ فقال لي طب تكرشني يلا يا اما تعالي مش عارف. المهم كان في ترابيزه رفعها هبدا، فانا يعني فقدت عقلي، مسكته فقدت عقلي صراحه، خانقت معاه خناقه جامده فقدت عقلي. فبناء عليه هي الناس بقى ايه، انت بتشتم اخويا انت بتضرب اخويا. المهم قلت لها يا بنتي انت فاضل لك طلقه ابعد عني. المهم يعني ايه، قالت على فكره الاب ابويا مات وانا اخويا ما يتعوضش. قلت لها طب روحي وانت طالق بالثلاثه. طيب احنا بقى عندنا بقى بنقعد نحقق في الحكايه دي. فاحنا دلوقتي انت قلت لها انت طالق، انت طالق، وكان طالق هابل همزه كده، انت كان قصدك ايه بقى؟ لا انا كنت ساعتها بقى لما قالت لي الكلمه دي كانت قاعد معايا ناس وبتاع، فزي ما تقول حرقت دم كده، اتنرفزت وقلت لها روحي وطالق بالثلاثه. طب انت بتقول لها بالثلاثه ليه؟ إذا ما كنتش قصدك الطلاق. مش مركز بقى قلت لها بالتلاتة. مش مركز. يعني إيه مش مركز؟ يعني يا فندم مش مركز، أنا كنت من الكلمة لما قالتها لي كنت طبعًا في حالة عصبية طول الخناقة. خانقت خناقة جامدة. خناقة جامدة اللي مسكنا ببعض يعني. كنت معلش أخبطه بقى لحد بس يعني الحمد يعني لله. يعني أنت كنت حاسس باللي حواليك ولا ما كنتش حاسس باللي حواليك؟ حاسس، أنا أكذب عليك حاسس فعلًا. طب انت عارف كان ايه اللي بيطلع من بقك ولا لا؟ ولا الكلام كان بيطلع من بقك؟ لا مش مرتب له بصراحه، ما كنتش مرتب له. يعني انت كنت تقدر تمنع نفسك لو حد ندى عليك وقال لك ما تطلقش، كنت هتقدر تطلق ولا لا؟ كنت هتطلق برضه ولا لا؟ لا لو حد ندى قال لي كده ما اظنيش، يعني ما فيش حد، لان انا كنت فاير يعني طيب كده يعني. خليني بس نقول لك حاجه مهمه قوي يا سيد هاني، ده لا ليه علاقه لا بالدين ولا اي حاجه، ده نوع من انواع والعياذ بالله الاستجابه للنفس الاماره بالسوء وللشيطان. واحنا عندنا في الاحوال اللي زي دي احنا انا من مدرسه ان انا ما بحبش الناس تفتي في الطراء على الهوى عشان التفاصيل والاشياء اللي بنحقق فيها. لكن الحاله اللي انت كنت فيها، واحنا كمان عندنا فتوى تتعلق بتغيير الفاظ الطلاق. ايه تغيير الفاظ الطلاق؟ يعني احنا عندنا عاملين مهمين جدا جدا، ان حضره النبي قال لا طلاق في اغلاق، والاغلاق لمستويين. المستوى الاولاني هو مستوى عدم الادراك، عدم الادراك الشخص اللي يبقى عارف لا هو في ليل ولا في نهار ولا بيكلم مين ولا اي حاجه، ده اسمه عدم الادراك. وفي حاجه اسمها عدم الاملاك، عدم الاملاك يعني ايه؟ ما يقدرش يسيطر على الفاظه. والاثنين دول داخلين في حديث، الاول لا يقع فيه الطلاق باتفاق، الثاني يقع فيه الطلاق عند لا يقع فيه الطلاق عند جمهور العلماء. طيب ايه اللي حاصل؟ لانه الاثنين دول بيدخلهم العلماء في تحت ما يسمى لا طلاق في اغلاق. لا طلاق في اغلاق، يبقى لا طلاق في اغلاق، يبقى دي مساله مهمه. العامل الثاني ان لو تغير حرف من حروف الطلاق بيتحول من الصريح الى الكنايه. يعني ايه الكنايه؟ بنسال فيه الشخص عن نيته. وعشان كده احنا بنقول، وانا بقول لك يا سيد، انا قلت لك بس الاجراءات دي، لكن انا عايز احافظ على مبدئي في مساله ان انت تيجي لنا على دار الافتاء او تتصل ب 107. لكن انا ببشرك ان المساله ان شاء الله تكون فيها خير. أنا عندي حكم بس أنا عايز ألتزم بمبدئي في مسألة الفتوى في مسألة الطلاق. ده رأيي، وده بحاول بقدر الإمكان إن أنا أحافظ عليه. ليه؟ عشان الناس تتمسك بمسألة الطلاق، ويفضل مسألة الطلاق عندنا بشكل واضح في حيز السرية، وإن ده استثناء وليس لعبة، وإن ده نوع من أنواع الأشياء اللي الناس تستحي منها، وإن الناس تخاف منها، وإن الناس ما تحملهاش زي الحلوانة في السلوانة. لازم نعرف إن الأعراض مصانة، وإن الطلاق مش مهان بهذه الطريقة.